ما زلنا معكم مشاهدينا في متابعة للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج. وقد تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرنس. أوضح المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أوضح أنه كانت هناك بعض المعوقات الفنية المتعلقة بالقائم على المنظومة في سفارة الرياض، حيث أنه خرج عن منظومة عمل الهيئة، موضحا أنه على الفور تدخل الفريق التقني وتم يعني إعادته مرة أخرى. لحضراتكم أن سيادتكم رؤساء اللجان ذو خبرة، لكم رؤية في إدارة العملية الانتخابية ولكم خبرة سابقة، فتقييم الأمر يرجع لكل رئيس لجنة في هذا الأمر. العبرة في حقيقة الأمر أن أنت سيادتك يجب أن تتحقق من شخصية الناخب. عندنا مشكلة واجهتنا، وكويس سيادتك اطرحت هذا على الرأي العام بالنسبة للأمر ده، ان احنا عندنا بعض البطاقات فيها مشكلة في الإصدار، وتم التصدي إلى هذه المشكلة بالتواصل الفني دعما ليها وتمكين أصحاب هذه البطاقات من التصويت. بالنسبة لجوازات السفر برضو سيادتك، انا يعنينا التأكد من شخصية المواطن، وتتحقق سيادتك بصفتك رئيس اللجنة انه ذات الشخص اللي معاه صورة البطاقة أو جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية. وحول السماح للناخبين بالتصويت بصورة البطاقة، قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك بعض البطاقات ببعض السفارات لا يتم قراءتها. أضاف البن داري أنه تم السماح للناخبين بالتصويت بصورة البطاقة مع تحقق السفراء من شخصية الناخب، تيسيرا على كافة المصريين المتواجدين في الخارج التحقق من شخصيته. عند سيادتك السفارات التي بها تابلت دي طريقة اطلاع على قاعدة البيانات، وفي المنظومة الأخرى في الحاسب الآلي ممكن الإدخال الرقم القومي يدوي. والجديد حضرتك أنا مع حضرتك اتصال مباشر في حالة وجود أي بطاقة غير مقروءة، حضرتك تواصل معنا مباشرة هنتأكد ونمكنه من الإدلاء بصوته تيسيرا على المواطنين، وعشان مباشرة حقوقهم السياسية، وبنحسهم برضو زي ما حضرتك حسستهم ان هم المشاركة ده واجب وطني، واحنا مع حضراتكم وبشكر حضراتكم. وبرضو لو حتى بطاقة الرقم القومي منتهية يمكن من الإدلاء بصوته، وبشكر حضراتكم ومتابعين مع حضراتكم ساعة بساعة.